بس يعني. الوالدة في حياتك؟ الوالدة في حياتي أنا يعني هي كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن كان عندها حس ثقافي غريب يعني، وكانت شخصية يعني، كانت لما تخش مثلا على ناس جاي لنا من البلد كل يقوم يقف، وكانت يعني تعبد حاجة اسمها عادل، إن أنا أكبر أولادها يعني، كانت تدعي لي ربنا يحب في خلق الجملة الشهيرة. ورحنا اسكندرية، وابويا اتنقل اسكندرية، وجينا من اسكندرية ابويا سابني هنا واجرت شقة عبارة عن اوضة ومرحاض من غير باب يعني. واخدت بقى انما بعد ما ماتت امي بحوالي شهر ونص، هي ماتت بتدعي كمان لمراتي، وده قليل لما تلاقيه تدعي الهالة، هلا واقفة معاها بالقرايات بالبتاع بالحاجات دي. فلقيت نفسي رحت راكن كده على جنب الساعة 3 4 الصبح، وقعدت اعيط عياط عشان امي. حسيت ان انا فقدت اكبر واغلى حب في حياتي. اختارتك الأمم المتحدة سفير النوايا الحسنة، هل هذا الموقع أنت أظن قبلت هذا الاختيار وافقت عليه، وأظن كان في حيثيات الاختيار أنك فنان البسطاء في مصر، هل أضاف لك ده شيء؟ أو هل مش فنان البسطاء، وأن أنا ضد الدكتاتورية، وضد حكم الفرد وأشياء كثيرة. هل استطعت من خلال هذا المكان أنك أنت تقدم شيء للفقراء والمرضى في مصر؟ أنا عشان أقول لك النتيجة من النهاية. لو سمحت مدي إيدك. دي جائزة من مهرجان اسمه مهرجان سينما فيريتي، ده تكريما بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وعملوا لي حفلتين، حفلة في سويسرا وحفلة في باريس. وقامت الملكة نور قالت ماي فريند عادل إمام ده كذا وكذا وكذا وكذا، فهم اندهشوا ما عرفوش ان انا اعرف كوين نور، لان انا كانت دعتني قبل كده في احتفالات بتاعت للاطفال اليتامى في الارض في الاردن. وكان موجود كمان سير بوب جلدوف، ده من بريطاني سير، وعمل حفلات لمت حوالي 2 مليار دولار لفقراء افريقيا. مش شايف ان في تفاوت ما بين دور رجال اعمال في مصر ودور رجال اعمال مثلا في امريكا او في اوروبا، يعني فيما يخص دعم الفقراء لا مثلا؟ لا 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 مفيش نسبه. لا 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 مفيش نسبه. لا لا رجال الاعمال اصلهم اللي بره حقيقيين. انا اسف يعني. واللي عندنا ايه؟ رجال حقيقيين يعني. وبعدين هناك طبعا بتخصم الضرايب وحاجات زي كده، انما مش رجال الاعمال بس يا عمرو، الخير هناك. بمناسبه رجال الاعمال، تقييمك ايه تجربه تعيين مجموعه من الوزراء من رجال الاعمال في حكومه الدكتور احمد نظيف؟ والله انا شايف التجربه كويسه، بس لسوء الحظ انهم جم في وقت اعتقد انه يعني هل هو مش وقتهم، هل هو وقتهم بعد التسونامي الاقتصادي اللي حصل ده. بعتبره سوء حظ ليهم يا عيني يعني، الناس هتبتدي تشتغل، وفعلا عملوا شغل كويس في البلد، وعملوا وانا اعرف منهم يعني ناس اصدقائي كتير يعني فكرهم عالي جدا، زي رشيد محمد رشيد، ده المهندس رشيد ده راجل ذو يعني عقليه اقتصاديه يعني فذة الحقيقه يعني، وعايش عيشه بسيطه جدا يعني، وراجل اعمال من زمان من قبل عبد الناصر. ولممهم عبد الناصر، ولكن سافروا الخليج وبرضو عملوا شغل ورجعوا تاني وكده. الخطر القادم في مصر دايما الناس بتقول العشوائيات، ثورة الجياع سوف تبدأ من العشوائيات، رأيك في قضية العشوائيات وازاي ممكن نحلها؟ هو الشارع، لو وضبنا الشارع ونظفنا الشارع اولا هتبتدي الديمقراطية من الشارع. مفيش ديمقراطية بتيجي يعني منحة من الحاكم. الديمقراطية الناس هي اللي بتعملها. شارع نظيف، عربيات بتركن في اماكنها،
محدش يخلع شجرة، ثقافة الطابور اللي احنا نقف في الطابور، كل واحد يحترم نفسه، والغرامة شديدة على اي خطأ في الشارع. هتلاقي الشارع عمل نفسه، هتلاقي الديمقراطية اتكونت فجأة، هتلاقي الناس وافق. ما هي الديمقراطية ايه؟ انك 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 تاخد حقك يعني بالمظبوط، انك تقف في الصف، ما يجيش حد يتعداك في الصف ويقف قدامك. يعني واخد بالك؟ لكن الناس دي كمان بتعاني يا استاذ عادل. انا شخصيا لمست في هذا البرنامج، ويمكن في الحلقه دي كمان في بدايتها، في مشكله خاصه بعشوائيات مطروحه في البرنامج. طبعا العشوائيات دي لازم لازم الناس بتعاني من الفقر، من عدم وجود يعني ابسط الحقوق الدنيا، ميه ومجاري وكهرباء. المحليات لان انا ما اجيبش ناس ما لهاش علاقه بالحي، اجيبها رئيس مجلس محلي. انا عايز اجيب رئيس الحي، هو رئيس مجلس محلي. ان شاء الله تكون ست جاهله واميه، انما فاهمه البلاعه دي فين، وفاهمه دي ايه، وفاهمه الرصيد بيعمل ايه، وفاهمه الحاجات دي كلها. انما انا ما اجيبش، مش منظار المساله يعني، ما احترامي يعني. لا، لازم اجيب حد عارف من الحي، هو اللي عارف مشاكل الحي. ادي حاجه. حاجه تانية، عندنا حاجه من اتنين، يا نزيل هذه الاحياء تماما ونعمل احياء تانية. ودي مشكلة على فكرة، مش مشكلة يعني زي ايه ما جم قالوا احنا هنعمل حي في 6 اكتوبر، هنعمل مدينة 6 اكتوبر. يا نهار اسود، كمان هننقل الوزارات 6 اكتوبر، يعني هتبقى كثافة في المرور لا تتخيل، عذاب موت. انت عشان تعمل لازم مدن جديدة تنقلها بناسها بوزاراتها بكله، مش مسائل سكن ونوم وبس، لا يعني خد بالك. فدي عايزة 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 مدى طويل، وعايزة دراسة طويلة، وعايزة كمان، لكن انت لا تخشى، عايزة كمان ايه، التواصل ما بين المواطن والحكومة. في أزمة ثقة بين المواطن والحكومة؟ في ليه؟ في ما هو الناس دايما ضد الحكومة من غير سبب؟ أكيد في أسباب. من غير أي سبب. أكيد في أسباب. يعني وفي ناس لما تشوفها يعني تلاقي راجل بسيط مثلا في هو ماشي في تسأله تقول له إيه رأيك في الحكومة؟ يقول له حكومة ده أعظم حقوق، يا سلام، ده ديك النهار كان فيه مش عارف مين وحصل إيه وحصل إيه. ها؟ أنا ما شفتش بصراحة، بنسأل الناس كتير بس أنا ما شفتش الكلام ده. يا دوب بس تمشي كده. أيوه. تلاقيه بيشتم الحكومة واللي جاب الحكومة والدنيا كلها. بالظبط. بالظبط. فالمساله عايزه اصلها مش حاجه واحده. هي مرتبطه بمسائل كتير، بالثقافه والتعليم والذوق. انا كل شويه بفتقد الذوق. الذوق ده حتى ما بنعرفش نخاطب بعض، يا محترم، يا سيدنا، يا اخ، يا فندي، يا عمنا. ها، انت شايف ان في رد حصلت في المجتمع؟ الحوادث الاخيره النهارده ممكن واحد يقتل 71 قضايا على 50 جنيه وعلى 70 جنيه.